عايزين حد مسؤول يقف معنا. احنا رحنا للناس اللي احنا انتخبناها، محدش عمل لنا حاجة. خمستاشر يوم في فحير تحت البيت ومش عارفين نعمل اي حاجة. توجهنا للمركز وبعدين عملنا بلاغ. اول مرة العربيات البوكس اجت ما دخلتش في البيت اللي احنا ذكرناها، دخلت بيت تاني خالص احنا ما قلناش اسمه ولا قلنا اي حاجة خالص عنه. عملنا البلاغ وبقولوا بعد 7 أيام هنتحرك. طيب احنا من يوم رحنا المركز والدبة زادت والشغل بعد كان بيبدأ من الساعة 2 لغاية الساعة 5، عاد بيبدأ من الساعة 2 لغاية الساعة 10 يوميا الصبح، طبعا تحت البيت بتاعنا. يرضي مين يا جماعة؟ بالله عليكم يرضي مين؟ كل واحد نايم في بيته ومتغطي واحنا قاعدين في الشارع بقالنا 15 يوم. بالله عليكم احنا بننشد اي حد، بننشد اي حد يقف معانا. احنا ما لناش حد، البيت دوت فيه كذا عيله، احنا مش حيلتنا غير البيت دوت. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم، البيت ده علينا يا جماعه. احنا بنسمع صوت حد بفحر، حد بفحر يا جماعه، يعني في حد مشي تحت البيت، نسمع صوت حجاره بتتكسر تحت البيت، الجو تلج والعيال هتموت في الشارع. يا اما قدامهم اختيارين، يا اما يموتوا في الشارع يا اما يموتوا في البيت اللي هيجع عليهم. احنا خايفين ننام، خايفين ننام البيت يجع علينا. فيرضي مين المنظر ده؟